والصحة أن يعود إلى النوع الرابع، مازال الصحة مازال البطلان. الصحة معنى ترتب الآثار الشرعية إما على العبادات أو على المعاملات، العبادة إذا كانت موافقة للشرع وكذلك المعاملات إذا كانت موافقة ومطابقة للشرع ترتب آثارها الشرعية. والصحة موافقة ذي الوجهين، أشو يعني سمو ذي مولاقي، معنى ما يقبل الوجهين، معناها الموافقة والمخالفة، هذا هو المقصود. موافقة ذي الوجهين الشرع صافي. إذن الأمر الذي يمكن أن يوافق وأن يخالف، أن يوافق وأن يخالف. إذن نقول الصحة، ما معنى الصحة؟ موافقة ذي الوجهين الشرع. وقيل في العبادة إسقاط القضاء، أي المكلف يسقط عنه القضاء ما دامت عبادته مؤدات موافقة للشريعة فقد أجزأته كما سنذكر بعد حين. وبعدين واش قال؟ وبصحة العقد، باش يقول لك أمر الصحة مش غير في العبادات. حنا نقول واحد كي يصلي سوا سوا يتجيب الأركان على رأسها القيام، القيام ركن في حق القادر عليه، ولكن يسقط القيام أخذا بالتخفيفات المقررة في الفقه عند العجز. وباب صلاة العاجز والمريض راه باب معروف في أبواب الفقه، صح؟ مثل ما كل أركان والشروط، كيف نحكم على الصلاة؟ هذه صلاة صحيحة ولا نقول صلاة مقبولة، لأن القبول من عند الله. وبعدين بالنسبة للعقد، وبصحة العقد ترتب آثاره، ذاك يخدم تقديم وتأخير باش يقول ممكن نعود لها الصياغة لهذا المتن، هذه تترتب آثار العقد إذا كانت صحيحة يعني موافقة للشريعة. وطبعا كان شروط متعلقة بالعاقدين، كان شروط متعلقة بمحل العقد، كان شروط متعلقة بالثمن، كان شروط يعني راهي مبثوثة في باب المعاملات وبصحة العقد. لكن فقط باش نأخذ السيوض باللي أمر الصحة موجود في العبادات موجود أيضا في المعاملات. والعبادة إجزاؤها إن دنس المصنف أي كفايتها، يعني أي إذا صحت العبادة، شوفوا القاعدة دي مهمة جدا، إذا صحت العبادة أجزأت، وإذا أجزأت أفرغت. شو المعنى يس؟ إذا صحت العبادة أجزأت. ذكرت لكم سادتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، هذوك رجلان الذين كان في السفر هكذا، وبعدين لم يجد ماء وكذا وكذا، وبعدين تيمم وأدى الصلاة، وبعدين وجد الماء في الوقت كما ورد في مثل الحديث. واحد منهم لم يعيد الصلاة والآخر أعاد الصلاة، توضأ وأعاد الصلاة. كي وصل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للذي لم يعد؟ إن يس أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. شفوا العبارتين. والثاني إن يس لك الأجر مرتين، الذي عاد الوضوء، الذي توضأ وعاد الصلاة. أي غدنا أجزاء دور القاعدة، إنك إذا صحت العبادة أجزأت، وإذا أجزأت أفرغت. ما معنى أفرغت؟ الذمة مما هي مشغولة به. نعود بدنا ربي أقيم الصلاة دلوك الشمس، بمعنى ما إلا ثوذوق نظلث ذين، معنى الذمة مشغولة ولا يمكن أن تبرأ هذه الذمة إلا بالأداء، إلا بالأداء. زين مدينا والعبادة أكيد، والعبادة هكذا يكون الشكل ماشي، والعبادة خطر انظر إلى ما قبلها. إجزاؤها إذن أجزأت وأفرغت، أي كفايتها يعني يكفي. وبعدين في سقوط التعبد وهو الراجح عند المصنف، ولكن قال وقيل إسقاط القضاء، يعني إجزاؤها يعني إسقاط القضاء، فيسقط القضاء إذا كان الفعل مجزئا. متى يسقط القضاء؟ إذا كان الفعل مجزئا.